يا مساء الفل على اعظم جمهور لاعظم نادي في الكون. حلقه جديده من برنامج الترند، حلقه مهمه اكيد عندنا فيها اخبار وكواليس وتفاصيل مهمه جدا بتتعلق بالنادي الاهلي. بنطمن من خلالها كل الجماهير الاهلاويه اللي اكيد مترقبه اول مباراه للفرقه مع انطلاق هذا الموسم الجديد باذن الله تعالى من خلال مواجهه فريق الاتحاد المنستيري في ذهاب بطوله دوري ابطال افريقيا ودور 32 بالتحديد من هذه البطوله المفضله لكل جماهير النادي الاهلي. فاكيد ان شاء الله هنتابع كل هذه الاستعدادات بشكل لحظي ونعرف اخر التفاصيل والتطورات ونطمن على فرقتنا. فبالتالي حلقه مهمه جدا فيها كواليس، وايضا هنتطرق من خلالها لبعض الاخبار المحليه والعالميه واللي اكيد هنتكلم فيها باستفاضه ايضا. لكن كالعادة منتظر تفاعل حضراتكم معنا من خلال سؤال حلقة النهاردة. السؤال بيخص الفرقة وبالتحديد الخط الأمامي، توقعاتكم للثلاثي اللي ممكن يقود خط هجوم النادي الأهلي في، مش عايز أقول الموسم الجديد لأن وارد يكون فيه يعني بعض التغييرات والتعديلات وكل ده حسب طبعا الرؤية الفنية المدير الفني الجديد كولر، لكن يعني على الأقل تقدير أول مباراة من الثلاثة اللي ممكن يلعبوا قدام في تشكيلة النادي الأهلي يعني. فهننتظر تفاعل حضراتكم من خلال سؤال الحلقه ومن خلال كمان صفحات القناه المختلفه على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وانستجرام، وهناخد تفاعلكم في الجزء الاخير كما هو المعتاد. خلينا نبتدي باهم وابرز العناوين، يلا بينا. في ترند الاهلي، الفريق يستأنف تدريباته استعدادا للاتحاد المنستيري. وفي الترند المحلي، رابطة الأندية تستقر على إجراء قرعة الدوري 10 أكتوبر. أما في الترند العالمي، ريال مدريد يتوصل لاتفاق مع بنزيما لتجديد عقده إلى 2024. النهاردة في بعض الماتشات القليلة جدا في مختلف الدوريات في ختام هذه الجولة من الدوري الإنجليزي وأيضا الأسباني وأيضا الإيطالي. فخلينا نبتدي بالدوري الإنجليزي والمباراة الأخيرة وهي مهمة بالنسبة لي بصراحة، لأن أنا عندي من ليستر سيتي ماديسون، قلت كده جيبه الجولة دي، هيلعب ماتش يعتبر نسبيا في المتناول، أتمنى استفاقة ليستر سيتي. فبالتالي مباراة الساعة 9 بالليل أكيد مباراة مهمة وهي آخر مباراة في الجولة الحالية من الدوري الإنجليزي اللي شهدت اكتساح مانشستر سيتي لمانشستر يونايتد بنتيجة 6-3 في ظل تواجد العملاق هالاند. كمان النهاردة في الدوري الإسباني آخر مباراة في الجولة أيضا هتكون ما بين رايو فاليكانو وأيضا إليتشي، هتكون الساعة 9 بالليل في نفس التوقيت بتاع المباراة في الدوري الإنجليزي. اما بخصوص الدوري الايطالي فمباراه الساعه 9 الا ربع هتكون ما بين هيلاس فيرونا وايضا اودينيزي، مباراه ايضا من ضمن المباريات المهمه في هذه الجوله وهذا الاسبوع من بطوله الدوري الايطالي الكالتشيو، واكيد مباريات كلها مثيره ممتعه ومهمه للغايه، وان شاء الله باذن الله الاهم واللي هيكون اكثر اثاره ومتعه بالنسبه لنا كجماهير النادي الاهلي هي مباريات فريقنا باذن الله اللي هتبتدي يوم الاحد اللي جاي الساعة 4 العصر في تونس مع الاتحاد المنستيري ذهاب دور 32. مترقبين هذه المباراة ومتفائلين جدا 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 وكلنا ثقة في جهازنا الفني وأيضا في لاعبينا، إن شاء الله يفرحونا بنتيجة إيجابية عشان تدينا أريحية قبل مباراة الإياب في القاهرة بإذن الله تعالى. نروح لفاصل، بعد الفاصل كل التفاصيل، استنونا يلا بينا. أهلا بحضراتكم مرة تانية، عندنا بعض الأخبار المهمة اللي بتخص النادي الأهلي بشكل عام وبالتحديد الفريق الأول لكرة القدم وفي إطار الاستعداد وبداية المرحلة الأخيرة من الاستعداد لمباراة الذهاب أمام الاتحاد المنستيري في دور 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا. خليني أقول لحضراتكم زي ما أكيد حضراتكم متابعين سلسلة الاجتماعات المتتالية من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع يعني عدد من هم منوطين ومسؤولين عن الكورة داخل النادي الأهلي، بداية بالفريق الأول والجهاز الفني للفريق الأول بقيادة كولر ومساعده جامبريلي وأيضا الكابتن سيد عبد الحفيظ، والكلام ده كان امبارح اجتماع أولي وتم التطرق فيه لبعض الأمور والجوانب المهمة جدا اللي بتتعلق بالاستعداد الفني والإداري للمرحلة الهامة المقبلة، وأكيد في أكتر من ملف يعني تم التحدث فيه خلال هذا الاجتماع اللي كان بالأمس. بخلاف هذا الاجتماع أيضا كان في اجتماع آخر وهو مع لجنة التخطيط للكرة
طبعا في ظل تواجد الكابتن محمود الخطيب في الاجتماع طبعا بما انه رئيس النادي الاهلي، الكابتن حسام غالي كمان اللي هو عضو مجلس اداره النادي، في تواجد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، وايضا في حضور اعضاء لجنه التخطيط الكابتن محسن صالح والكابتن زكريا ناصف. وده كان ايضا في اطار الحديث عن كل الملفات ومناقشه كافه الامور الفنيه والاداريه لقطاع كره القدم داخل النادي، وتوفير الاحتياجات الخاصه بالقطاع قبل انطلاق الموسم الجديد. وهي كلها اجتماعات تطمينيه وهامه جدا من قبل الكابتن محمود الخطيب اللي ان شاء الله باذن الله عنده رحله سريعه في الخارج لمتابعه حالته الصحيه، ان شاء الله يكون بالف صحه وخير. طيب في اطار ايضا الاجتماعات المستمره، النهارده كان في اجتماع للكابتن محمود الخطيب مع شركه الاهلي لكره القدم، وكان من خلالها بيتم الاتفاق على اليه العمل خلال الفتره اللي جايه وكيفيه التنسيق بين مجلس اداره النادي الاهلي وايضا الشركه في مختلف الملفات، وازاي يكون في تعاون ما بينهم في الملفات المكلفين بها والمهام اللي مكلف بها طبعا شركة الأهلي لكرة القدم. حضر الاجتماع زي ما حضراتكم شايفين كده في الصورة طبعا الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، المهندس عادل القيعي رئيس الشركة، وأيضا في حضور الأستاذ خالد عبد القادر عضو الشركة، وأيضا الأستاذ أحمد حسام عوض عضو مجلس الإدارة، والدكتور سعد شلبي مدير التنفيذي للنادي، واكيد برضو في اطار التنسيق لبعض الملفات المهمه. يعني امور غايه في الاهميه، ان شاء الله باذن الله نتمنى كل التوفيق لكل المسؤولين داخل النادي الاهلي في اطار هذه المرحله الهامه. ودايما المرحله اللي بتسبق انطلاق اي موسم بتبقى احد اهم المراحل، لان مهم قوي ان البدايه على مختلف الاصعده تبقى بدايه وانطلاقه مناسبه لموسم جديد ان شاء الله يكون حافل بالانجازات والالقاب والاخبار كمان السعيده والمفرحه بالنسبه لجماهير النادي الاهلي اللي اكيد تستاهل كل الفرحه وتستاهل البطولات اللي باذن الله الاهلي حققها السنه دي على غرار فترات كبيره قوي سابقه. يمكن الموسم اللي فات ما كانش فيه توفيق بالنسبه للفريق بسبب عوامل كتير، لكن الأهم طبعا القادم، وإن شاء الله القادم يكون أفضل بكتير قوي بالنسبة للنادي الأهلي وجماهيره. طيب خلينا نروح نتكلم شوية على تدريبات الفريق النهارده. النهارده كان في تدريبات مهمة أو مران وحيد هام ابتدى الساعة 9 الصبح، واستئناف لهذا التدريب أو هذه التدريبات بعد فترة أجازة لمدة 48 ساعة بعد معسكر كان مغلق وأيضا تطبيق نظام اليوم الكامل، وبالتالي كانت فترة غاية في الأهمية. لكن أنت النهاردة بتبتدي المرحلة الأخيرة في إطار استعدادك للمباراة الأولى في الموسم بالنسبة لك. زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشة دي تدريبات النادي دي تدريبات النادي الأهلي النهاردة اللي كانت على استاد مختار التتش، واللي انطلقت فيه تمام الساعة 9 صباحا، وهيتكون على فترة واحدة فقط، مش هيكون في مران مسائي، والأيام المقبلة كلها هتكون كده حتى ميعاد موعد السفر اللي هيكون يوم الخميس ان شاء الله الساعة مش عارف بالظبط هيكون الساعة كام، بس في الغالب هيكون في مران صباحي قبل سفر الفرقة يوم الخميس. فخلال النهاردة احنا الاثنين الثلاث والاربع هيكون في تدريبات ايا كان بقى صباحية او مسائية، لكن في كل الاحوال هتبقى التدريبات على فترة واحدة. الاستعدادات ماشية بمنتهى القوة، لاعبي الاهلي الدوليين موجودين، الكل مركز، الكل عنده جدية كبيرة جدا واصرار بخصوص بداية تكون مناسبة قوي للنادي الأهلي في الموسم الجديد. قبل المران النهاردة اللي حضراتكم بتشوفوا دلوقتي لقطاته، كان في اجتماع من كولر وكابتن سيد عبد الحفيظ باللاعبين، وتم الحديث عن الفترة المقبلة وأهمية هذه المرحلة وكيفية بدء هذا الموسم بشكل جيد ويكون مناسب. وده كان قبل المران اللي انطلق النهاردة الساعة 9 الصبح، المران الصباحي بالنسبة للنادي الأهلي. أما بخصوص المران نفسه فكان في بعض التدريبات البدنية والفنية المتنوعة، ويمكن أدى اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية بالكرة، ويمكن الراجل نزل بالحمل التدريبي لأن أنت خلاص العد التنازلي ابتدى لمباراة الاتحاد المنستيري، وبصراحة ماتش صعب قوي يعني يمكن كان هيبقى حظنا أفضل لو كنا ابتدينا بفرقة أحن شوية من كده، أو يعني مش عايز اقول اسهل لان مفيش ماتش سهل، لكن في كل الاحوال اللي احنا عارفين المواجهات بتاعت شمال افريقيا بتبقى صعبه، حتى لو هتقابل فريق زي الاتحاد المنستيري طبعا ليه كل التقدير والاحترام، بس مش الترجي التونسي او مش النجم الساحلي او كلام من ده، بس يبقى الفريق ده عمل موسم ماضي ممتاز جدا، عنده دوافع كبيره وعنده ايضا لاعبين مميزين وجهاز فني قوي جدا، وامبارح كان عنده ماتش ودي مع الترجي تعادله بدون اهداف يا جماعه صح؟ 1-1 اتعادلوا 1-1 في الماتش الودي امبارح، فبالتالي ماتش مش سهل خالص.
ففي كل الاحوال ان شاء الله الاهلي يكون موفق. فالراجل نزل بالحمل التدريبي، تدريبات بالكوره، بعض التدريبات البدنيه الخفيفه جدا، التركيز على بعض الجوانب اللي بتخص المدافعين وايضا اللي بتخص المهاجمين في احدى الفقرات النهارده في التدريبات. وفي الاخر كان في تقسيمه كده مصغره، يعني كان مركز عليها كولر او مركز من خلالها كولر على بعض الجوانب التكتيكيه والفنيه الهامه جدا. كمان النهارده الدكتور احمد ابو عبله مكشف عن موعد انتظام فخري في التدريبات، محمد فخري لاعب وسط الفريق. ويمكن دايما بنتمنى ان كل اللاعبين يكونوا جاهزين عشان تبقى يعني ايه الناس كلها متاحه للجهاز الفني، هو بقى اللي يتحكم في الاختيارات فيما يتعلق بالتشكيل، التبديلات، استراتيجيته، افكاره، وكل الامور اللي زي دي. فمهم قوي يعني، الحمد لله الحمد لله الفتره الحاليه ما فيش اصلا اصابات غير لاعبين، اتنين لعيبه بس، بيرسي تاو ومحمد فخري. فخري باذن الله واحد احد طبقا اللي قاله الدكتور احمد ابو عبله هيشارك بكره في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي. اما بخصوص بيرسي تاو فايام قليله بتفصله عن المشاركه في التدريبات الجماعيه باذن الله، برضه صعب طبعا ان هو يلحق الماتش الاولاني، برضه نسب لحقه بمباراه الاياب هتكون صعبه قدام الاتحاد المنستيري. لكن في اعتقادي الشخصي ان بعد مباراه الاتحاد المنستيري اللي هي مباراه العوده في القاهره هيكون متاح بيرسي تاو للجهاز الفني في حاله اختياره ل المشاركه في اي مباراه من المباريات الرسميه المقبله او اللي هتلي مباراه او مباراتي الاتحاد المنستيري. ان شاء الله نكون متاهلين لدور 16 ودوري او دور المجموعات في بطوله دوري ابطال افريقيا. يعني دي اهم وابرز الاخبار اللي بتتعلق بالنادي الاهلي. خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل لسه عندنا كواليس ثانيه واخبار جديده هنعلق عليها من خلال ترند الاهلي، فاستنونا. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، تعالوا نشوف ايه اللي اتقال على الاهلي في السوشيال ميديا ونعلق عليه ونوضحه لحضراتكم. ونبتدي بالمصري الرياضي وحسابهم على تويتر، واللي بيقولوا كواليس جلسه الكابتن محمود الخطيب مع كولر قبل سفر الاهلي الى تونس. يعني كواليس اتكلمنا فيها امور يعني بسيطه جدا، هو الكلام على المباراه والفتره اللي جايه واهميه المرحله. ويمكن المعلن طبعا من النادي الاهلي ان تم مناقشه احتياجات الفريق الفنيه والاداريه، وده بيبقى كلام مهم جدا قبل انطلاقه اول مباراه في الموسم، فالامور طبيعيه يعني. فده بخصوص خبر كابتن محمود الخطيب واجتماعه مع كولر وايضا كابتن سيد وجامبريلي مساعد كولر. لسه مع الوطن الرياضي، مش عارف هو الخبر فات كان مع الوطن برضه ولا لا، كان مع المصري اليوم. طيب احنا نروح للوطن الرياضي وحسابهم على فيسبوك، وبيقولوا ثلاث أندية تتصارع التعاقد مع موهبة الأهلي بعد موافقة كولر على رحيل. وما قصدهم على مين؟ قصدهم على زياد طارق. في كل الأحوال مفيش حاجة رسمي حتى هذه اللحظة، من الوارد إن زياد يخرج، ده كله بيبقى طبقا لرؤية أو للرؤية الفنية بتاعت الراجل ده كولر، هو اللي بيحدد طبقا للفترة اللي فاتت والمعسكر المغلق و اللاعبين الموجودين والتعاقدات اللي تمت او اللي قد تتم خلال الساعات المقبله. فالراجل بيشوف وبيقيس الوضع ايه ويشوف مين المحتاج يكون مكمل ومين اللي هو شايف ان الافضل يخرج اعاره فيكتسب خبرات فيعود كعنصر مفيد بالنسبه للنادي الاهلي في المواسم المقبله. فلو كولر شايف ان زياد يطلع فخلاص ده قراره، اكيد ليه كل الاحترام والتقدير، ونتمنى كل التوفيق لزياد طارق في مهمته المقبله او مشواره اللي هيكون مؤكد على سبيل الاعاره لمده موسم ايا كان ايه هي الانديه. بس لغايه دلوقتي يا جماعه مفيش اي حاجه رسمي من النادي الاهلي، وده خبر موجود على الوطن الرياضي وحسابهم على فيسبوك. نروح كمان لبطولات، واللي بيتكلموا في نفس الخبر وبيقولوا ان كولر وافق على اعاره زياد طارق ومناقشه عروض رحيله عن الاهلي، كما طلب مهله لمده 48 ساعه لحسم مصير محمد فخري. يعني ال 48 ساعة هم هيكونوا حاسمين في بعض الملفات المهمة بالنسبة للفرقة. إن شاء الله بإذن الله تكون القرارات كلها في صالح الفريق، وكل الدعم والمساندة لكولر ولوجهة نظره. والأمور في الحقيقة يا جماعة مبشرة للغاية، مبشرة للغاية. بس برضو تاني هعيد وأكد إن الأهم الملعب، الماتش الرسمي أيا كان قدام مين نظهر بشكل جيد مع وضع في الاعتبار، وده أمر مؤكد جدا إن المنافسة يا جماعة مش سهلة. انت عندك منافسات صعبه جدا على الصعيد المحلي ده مؤكد، وعندك تحدي مهم قوي ان انت ازاي ترجع بطوله الدوري بعد غياب سنتين، عندك منافسه صعبه جدا على الصعيد القاري وده مؤكد، وتحدي كمان مهم جدا ان انت ازاي ترجع بطوله دوري ابطال افريقيا اللي اتسرقت منك يعتبر، يعني بلاش اقول اتسرقت، يعني انت للاسف ما كانش عندك تكافؤ فرص في مباراه النهائي لاسباب كتير اكيد حضراتكم عارفينها. لكن في كل الاحوال برضو انت عايز ترجع البطوله دي لان هي مهمه جدا بالنسبه لجمهور النادي الاهلي ومهمه للنادي.
فبالتالي التحديات كثيرة قوي. كل الثقة والدعم لكولر إن شاء الله يظهر بالشكل الجيد اللي بيتمناه كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. نروح لخبر آخر وده من الأهرام وحسابهم على فيسبوك بيقولوا كاف يؤكد للأهلي عدم إيقاف سولية. يمكن كان في كلام كتير عن سولية هيتوقف بعد موضوع الميدالية في المباراة النهائية وكلام من ده، لكن لحد دلوقتي مفيش إيقاف بالنسبة لسولية، ولو كان في إيقاف كان الاتحاد الأفريقي أبلغ النادي الأهلي. كولر كمان يركز على مواجهة المينستيري، ده أمر أكيد، والفريق يعود للتدريبات، ده اللي حصل النهاردة الصبح، واستمرار غياب بيرسي تاو لكن بيقترب من العودة، وغموض موقف شريف، شريف بيشارك في التدريبات بشكل طبيعي مفيش غموض ولا حاجة، وأكيد هو يعني تحت أمر الجهاز الفني، الجهاز الفني يقول شريف هيلعب يلعب، موجود على الدكة موجود، كل حاجة بتتعلق بكولر هو الأضرب يعني. يعني ده بخصوص ترند الأهلي. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل، يلا بينا. اهلا بحضراتكم مره تانية. قبل ما اكمل ترند الاهلي، وفي اطار يعني تركيز البعض من الاعلاميين على ايجاد اي سلبيه داخل النادي الاهلي وبالتحديد فيما يتعلق باللاعبين واكثر تحديدا فيما يخص الصفقات الجديده، فيمكن خلال الساعات اللي فاتت احد الاعلاميين اللي هم اصلا مش ملمين باي حاجه بتحصل جوه النادي الاهلي وما عندهمش اي فكره عن تدريبات الفريق او عن حتى لاعبي النادي الاهلي، واشك ان هم يكون عندهم فكره اصلا عن ما يحدث داخل ناديهم، لكن في كل الاحوال كل واحد يقول اللي هو عايزه، واحنا كمان حقنا ان احنا نرد ونوضح يعني. ففي ناس بيبقى عندها توجه، وحضراتكم اكيد عارفين حاجه زي كده ومتابعينها خلال الفترات الكتيره قوي اللي فاتت، دايما نحاول نخلق ازمه جوه النادي الاهلي. اه في صفقه جديده جت اللي هي بتاعه البرازيلي برونو سافيو، فنتكلم على برونو سافيو، ده كولر مش مقتنع بيه، ده راجل ما عندوش فكره، ده اللعيبه بتقول عليه ده لعيب عادي قوي، ده في التدريبات لعيب سيء جدا، مش عارف يتناغم، مش عارف ينسجم، ويقعد يطلع بقى ايه كل حاجه سيئه في برونو سافيو. ده ليه؟ عشان يحاول يخلق حاله من حالات الشك ما بين الاهلي واللاعب الجديد، او جمهور الاهلي بالتحديد واللاعب الجديد. لكن يا جماعه بمنتهى الامانه وبمنتهى الوضوح، بمنتهى الامانه والوضوح، الانطباعات ايجابيه للغايه عن برونو سافيو. خلي بالك انا بقول لك في انطباعات ايجابيه، مش معنى كده بقول لك ان برونو سافيو ده هيكسر الدنيا في الموسم الجديد، ده حاجه ده عامل توفيق، ده بتاع ربنا تمام. لكن في كل الاحوال المؤشرات ايه من خلال مشاركه اللاعب في التدريبات؟ المؤشرات ايجابيه للغايه. موقف كولر من اللاعب ايه؟ الراجل مركز معاه في مركزين دون التطرق ليهم، دون التطرق، وان احنا نحاول نقول حاجه ممكن المنافس يعرفها قبل ماتش مهم جدا في تونس. لكن كولر مقتنع جدا ببرونو سافيو جدا، وشايف ان هو لعيب مميز قوي، كمان انطباعات اللاعبين في التدريبات جيده للغايه عن اللاعب وقدراته ومهاراته، لكن يبقى الاهم اداء اللاعب في المباريات الرسميه داخل الملعب، ده بقى اللي احنا عايزين نتابعه ونشوفه. لكن ما تدوش فرصه، ما تدوش فرصه لمثل هؤلاء مع كامل احترامي وتقديري لشخصهم ان هم يحاولوا يهزوا ثقتك في لعيب جديد، لان اخباره غير صادقه بالمره ومعلوماته اصلا غير صحيحه على الاطلاق. فبرونو سافيو الامور بالنسبه له جيده، سواء هو او شادي حسين او مصطفى سعد او حتى لاعبي النادي الاهلي العائدين من الراحه، المجموعه كلها الناس هتبتدي موسم بشكل مختلف تماما باذن الله تعالى بعد تهيئه كل الظروف قبل انطلاق هذا الموسم بالنسبه للفريق الاول. والاهلي ما عندوش الثلاث صفقات دول بس، بل بالعكس في صفقه مهمه قوي واهم صفقه هي صفقه كولر، لان الراجل عنده مقومات كويسه، عنده خبرات مميزه جدا، عنده تجارب اكثر من رائعه، فبالتالي باذن الله واحد احد هيفيد النادي، وجاي في توقيت كويس، واستعد من خلال فتره اعداد جيده ومعسكر مغلق وثلاث مباريات وديه، الامور ماشيه بشكل طيب للغايه داخل النادي الاهلي. فاللي هيحاول ان هو يتكلم في الاتجاهات المعاكسه للي احنا بنقوله لمجرد ان هو واحد بينتمي لنادي تاني عشان ياثر على المنافس قبل بدايه الموسم، الدور هنا على جمهور الاهلي، ما تدوش فرصه لحد يعمل كده، تدوش فرصة لحد ان هو يهز ثقتك في اي لعيب. وبالمناسبة مش شرط سافيو لما يبتدي في اول ماتش يكسر الدنيا، مش شرط يكون يجيب اهداف ويصنع اهداف وكلام من ده، لا، اللعيبة الجديدة بتاخد وقت عقبال ما تنسجم وتتناغم مع زمايلها، ده طبيعي جدا في كل الدنيا، حالات نادرة اللي ممكن من اول ماتش ينفجر ويعملوا ماتشات كويسة قوي، نتمنى ان يكون سافيو من الحالات دي. لكن في كل الاحوال كل ما يقال ويصار عن سافيو غير حقيقي بالمره، واحنا دورنا ان احنا هنا نطمنكم بشكل مؤكد، دورنا ان احنا نطمنكم بشكل مؤكد.
مش مجرد ان انا اطمنكم وخلاص، والله بكلمكم بناء على معلومات مؤكده. فده بخصوص برونو سافي. سيبكم من الناس دي والله العظيم، خلاص بقى اتكشفوا يعني، مش محتاجه بقى خلاص يعني، حاجه غريبه. تعالوا نكمل ترند الاهلي، نشوف بقيه الاخبار ايه، ويمكن احنا خلصنا الخبر ده نروح للي بعده. كوره 11 وحسابهم على فيسبوك بيتكلموا عن المتحدث الرسمي باسم اتحاد المنستيري التونسي قال العائق الوحيد امامنا عندما نواجه الاهلي هو اننا لا نمتلك الخبرات في المشاركات الافريقيه. مش مقياس خالص موضوع الخبرات خالص، عشان بس ايه نحط النقط على الحروف. فريق اتحاد المنستيري ده فريق تقيل قوي قوي، وعنده عناصر ممتازه وجهاز فني رائع، فبالتالي الماتش صعب. موضوع خبرات مين اعلى من مين ده مش مؤشر بالنسبه لي، او مش مقياس اطلاقا اطلاقا يعني. لكن كل واحد يقول التصريحات اللي هو عايزها، وطبعا الناس علاقتنا بيهم ممتازه، وكل الاشقاء في تونس، تونس بلد جميله وشعب اكثر من رائع، وايضا كل البلدان في الشمال الافريقي. فبالتالي دي بعض التصريحات، ويمكن قال سنحاول استغلال الفتره الانتقاليه التي يمر بها النادي الاهلي، برضو دي جزئيه مهمه ممكن يكونوا بيركزوا عليها. لكن ان شاء الله الاهلي مستعد بالاستعداد التام المميز جدا اللي يأهله ان شاء الله انه يفوز على الاتحاد المنستيري في الماتشين او في مجموع الماتشين، ويتاهل لدور ال 16 من دوري ابطال افريقيا اللي هو دور المجموعات يعني. نروح يلا كره حسام على تويتر. المتحدث الرسمي للاتحاد المنستيري لسه بعض التصريحات بيقولها المره دي من خلال يلا كره. قال ساعة الملعب تصل إلى 12,000 متفرج، ونتمنى أن تسمح السلطات التونسية بتواجد أكبر عدد من الجماهير في مباراة الأهلي. إحنا كمان نتمنى الماتشات بالجماهير تبقى أفضل بكتير. قال لك ننتظر مراسلة من الأهلي لمعرفة عدد جماهيره التي ستحضر لمشاهدة المباراة لترتيب الإجراءات ونوفر لهم أحسن الظروف. وأنا بقول لحضراتكم دايما علاقات ممتازة بصراحة، وناس قمة في الأخلاق والاحترام، ويعني الاهم دايما العلاقات يعني. في الاول في الاخر نلعب كوره، ان شاء الله الاهلي هو اللي يكون موفق. طبعا هم اكيد نفسهم كتوانسه ان الاتحاد المنستيري هو اللي يكسب، لكن في كل الاحوال العلاقات دايما رائعه ومميزه للغايه، والتعاون كمان ممتاز ما بين الاهلي ومختلف الانديه. طيب خلينا نروح لكوره بلس وحسابهم على تويتر. بيتكلموا عن مدرب الاتحاد المنستيري عن لاعب الاخطر في الاهلي، قال لا يمكنني تحديد لاعب فقط من الاهلي يمكن ان يكون مصدر الخطوره، فجميعهم على اعلى مستوى ويمكنهم صناعه الفارق بكل تاكيد، فاذا اخترت ساختار الفريق ككل. ده داركو نوفيتش طبعا المدير الفني الحالي للاتحاد المنستيري التونسي. نروح ل خلاص كده معناش تاني في ترند الاهلي. تمام ده بخصوص ترند الاهلي. تعالوا نروح بقى للترند المحلي، نشوف بعض الاخبار المهمه اللي نطمن من خلالها عن منتخباتنا الوطنيه المختلفه، وبالتحديد نبتدي بالوطن الرياضي وحسابه على فيسبوك. فيتوريا يحدد 10 نوفمبر موعد لمعسكر الفراعنه قبل وديه بلجيكا، هلعب بلجيكا يوم 18 يوم 10 التجمع، وفي محاولات كبيره قوي ان يكون في ماتش قبل ماتش بلجيكا، ان شاء الله يكون الجهاز الفني موفق ويكون يعني معسكر في اطار يعني ايه الاستعداد لمختلف التحديات خلال الفتره اللي جايه لمنتخبنا، وعشان الراجل كمان يعرف المنتخب بشكل اكبر، امكانيات اللعيبه، يستقر على عناصر تكون اساسيه. انا عارف ان هو مستقر طبعا، لكن برضو في اطار استكشاف بعض العناصر الاخرى، امثال مثلا محمود حماده اللاعب المميز جدا في وسط الملعب اللي موجود كمان في فاركو، فاكيد المعسكرات دي غايه في الاهميه. حساب بطولات على تويتر بيتكلموا على ان ميكالي، واحنا هنا بنتكلم عن المنتخب الاولمبي وهو المدير الفني البرازيلي لمنتخبنا الاولمبي، وضح ليه معاونيه اكثر مشكله يعاني منها لاعبو المنتخب الاولمبي، وبيقول ايه؟ بيقول ان عناصر خط دفاع المنتخب بيعيبها البطء الشديد، خاصه في حاله الارتداد الدفاعي السريع بعد فقدان الكره. وانا بصراحه ملاحظه مهمه، هو اكيد مدير فني جيد فاكيد هيشتغل على جزئيه زي دي ازاي يعالجها يعني. لكن لو دي سلبيه لا، نتمنى طبعا ان هي تتعالج عشان يكون دفاعنا اقوى من كده بكتير مع منتخبنا الاولمبي، وعندنا عناصر مبشره وجيده للغايه. اخر خبر معانا في الترند المحلي وده من اليوم السابع، رابطه الانديه تستقر على اجراء قرعه الدوري العام يوم 10 اكتوبر اللي هو اعتقد كده هيبقى يوم الاثنين اللي جاي صح؟ الاهلي هيلعب يوم 9 اكتوبر، فكده يبقى يوم الاثنين القرعة بتاعة بطولة الدوري. وبالمناسبة هي قرعة غير موجهة،
يعني من الوارد انك تلاقي الاهلي والزمالك بيقابلوا بعض في الجوله الثانيه او الاولى او الثالثه او الرابعه او في اي جوله من الجولات، زي ما حصل الموسم اللي فات. اعتقد السنه اللي فاتت كانت الجوله الرابعه مباراه الاهلي والزمالك، وفاكرين ان الماتش الاولاني خلص 5-3، الماتش الثاني تعادل 2-2 في استاد الاهلي والسلام. فبالتالي اكيد دي حاجه تبقى مهمه. محتاجين طبعا بدايه، لو تفتكروا احنا السنه اللي فاتت انطلاقا مع موسيماني في بطوله الدوري عملنا نتائج اكثر من رائعه، وبدايه كانت مميزه جدا، وهي اللي ساعدتك انك تتاهل لدوري ابطال افريقيا بالمناسبه. ويمكن بعد كده بعد الاخفاق الافريقي اللي كان لاسباب مختلفه حصل تعثرات كثيره للنادي الاهلي خلته ان هو ينهي الموسم في المركز الثالث. احنا محتاجين البدايه بتاعت الموسم اللي فات، محتاجينها قوي بنفس الروح بنفس الشكل بنفس النتائج، لكن محتاجين اكتر اكتر الاستمرار على مدار الموسم. تبقى البدايه هي اللي تنهي بيها الموسم، بدايه قويه تنهي الموسم بشكل قوي. والتحديات المهمه في الموسم من خلال بعض المباريات والماتشات كلها بصراحه بقت صعبه، لازم ان انت تكون صاحب اليد العليا في حسم هذه المباريات. ان شاء الله الاهلي يكون موفق في الموسم الجديد. ده بخصوص الترند المحلي. نروح لفاصل، بعد الفاصل نكمل. يلا نتكلم شويه على الترند العالمي واهم الاخبار العالميه. اكيد هيكون في بعضها بيتطرق لمحمد صلاح نجمنا العالمي الكبير، اللي في الحقيقه بيمر بفتره صعبه جدا، او فرقته بتمر بفتره صعبه، ويمكن هو بيحاول بقدر المستطاع لكن الامور والظروف مش مساعداه. فتعالوا نبتدي بيلا كوره. حسام على تويتر وبيتكلموا على تصريحات آلان شيرر احد اساطير الكره الانجليزيه، واللي بيتكلم على ان محمد صلاح وخماسي ليفربول يتحملون مسؤوليه التراجع. هنا تطرق هو لان في 6 لعيبه في ليفربول بيتحملوا مسؤوليه تراجع مستوى الفريق، وقال ترينت الكسندر ارنولد تعرض لانتقادات بسبب مستواه، كان يستحق ذلك في بعض الاحيان ودي حقيقه، لكن يحتاج الاخرون الى تحمل المسؤوليه. اضاف كمان ان هو بيتحدث هنا عن فيرجيل فان دايك المدافع المميز جدا لكن اللي بيمر بأسوأ فتراته، وجوردان هندرسون ايضا، وجويل ماتيب، وتياجو الكانتارا، واخرهم محمد صلاح. ويمكن السداسي ده بالتحديد كان هما اللي بيرجحوا كفه ليفربول على مدار الموسم اللي فات في مختلف المباريات، ويمكن فرق النقاط في الاخر كان نقطه تقريبا، او يمكن تعادلوا في النقاط مانشستر سيتي وليفربول، لكن فرق الاهداف كان لصالح نقطه، فرق نقطه، تمام، فرق نقطه للسيتي، فبالتالي كان فرق قريب. فليفربول كانوا عاملين مسيره مميزه جدا، لكن السنه دي الموضوع مغاير تماما، مغاير تماما في المستوى بالنسبه لعناصر كتير جدا مع ليفربول، رغم ان الكوميونتي شيلد اللي هي البطوله اللي كانت قبل انطلاق الموسم ادت مؤشرات ايجابيه للغايه بعد ما فازوا على مانشستر سيتي اللي هو اقوى فريق دلوقتي في البريمير ليج مع ارسنال، كسبوهم 3-1 وخدوا البطوله باداء ممتاز ونتيجه جيده جدا جدا. لكن اللي حصل مع بدايه الموسم مغاير تماما لما كان قبل انطلاق الموسم يعني. فعشان خاطر صلاح اكيد بنتمنى ان الامور تتعدل بالنسبه لليفربول. نروح لحساب في الجول على فيسبوك اللي بيتكلموا على تصريحات لبيب جوارديولا اللي اكيد نال انتقادات كبيره قوي قوي الراجل امبارح. ليه بقى؟ لان دخل في مرماه 3 اهداف. هتقول لي يا عم جاب 6، احنا مالنا بال6؟ خلينا مركزين في ال3 اهداف اللي جم، ازاي يخش في 3 اهداف؟ هو لو احنا بنتكلم بدماغنا هنا او دماغ بعض المحللين اللي هو زي كده موسيماني كسب الزمالك 5، قال لك ايه 5-3، قال لك يا عم ايه موسيماني ده مدرب تعبان قوي، ده جاب 5 اجوان وما قدرش يجيب 7 ودخل فيه 3 كمان، ايه اللي بيحصل ده؟ فللاسف الشديد ده اللي حصل مع موسيماني. لكن الراجل هنا بيرد على سؤال الناس سالوه بعد الماتش بتاع مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، قالوا له ايه الفرق ما بين ايرلينج هالاند وليونيل ميسي؟ فهو الراجل رد مقنع قوي، قال لك اولا هالاند ربما يحتاج الى جميع زملائه في الفريق عشان يساعدوه في احراز الاهداف وانه يوصل للمرمى، تمام، لكن ميسي مش محتاج حد، يقدر يعمل كل ده بنفسه، وده وصف يعني جيد جدا جدا ل قدرات ومهارات ميسي اللي اكيد مختلفه تماما عن ايرلينج هالاند. لكن ايرلينج هالاند هداف مش طبيعي، مش طبيعي، جزار فعلا والله كريم. يعني ده بخصوص الخبر ده. تعالوا نروح لكوره 11 حسام على فيسبوك. قبل 30 مباراه متبقيه في بطوله الدوري الانجليزي،
هالاند اصبح على بعد 9 أهداف فقط لمعادله هدافين الموسم الماضي من البريمير ليج. الراجل جايب كام جون؟ جايب 14 جون. الهدافين بتوع الموسم الماضي اللي هم كانوا صلاح وسون جايبين كام جون في السنه اللي فاتت؟ بس 23. الدور الاول لسه ما خلصش، هو ناقصه 9 أهداف بس عشان يعادل الرقم بتاع السنه اللي فاتت. وللاسف الشديد طبعا بالمعدل ده مؤكد للاسف انه هيكسر رقم صلاح التاريخي اللي هو اكتر لاعب جاب اهداف في موسم واحد في البريمير ليج بمسماه الجديد. صلاح جاب 32 هدف، ده هيعدي 32 هدف وهيكسر كل الارقام القياسيه للاسف الشديد يعني. ففي كل الاحوال طبعا حاجه جامده قوي ما شاء الله عليه. عايزين نسخه منه عندنا يا جماعه، مفيش حد كده يجي عندنا في الاهلي. عندنا طبعا مهاجمين كويسين، بس انا قصدي بس هو مش هيبقى في نسخه من هالاند يعني. تمام، او نتعاقد معاه هو ينفع. تعالوا نروح لكره بلس وحسابهم على فيسبوك، وبيتكلموا على ان في تقارير بتقول ان خلاص بنزيما على وشك تجديد عقده مع ريال مدريد حتى 2024. طبعا هو اعتقد هيفوز بجائزه افضل لاعب في العالم، ده موضوع وقت بس. لكن في كل الاحوال اكيد في اهتمام كبير جدا من فلورنتينو بيريز رئيس نادي الريال، واللي اكيد هيحسم هذا الملف خلال الساعات والايام القليله جدا المقبله. امبارح بنزيما ضيع ضربه جزاء في مباراه اوساسونا اللي تقدم فيها ريال مدريد بهدف يعني كان بالصدفه لفينيسيوس جونيور، لكن بعديها فريق اوساسونا تعادل. الشوط الثاني كمان فريق اوساسونا على ما اتذكر اتطرد منه لعيب، جت ضربه جزاء لبنزيما جابها في العارضه، فبالتالي اتعادلوا ريال مدريد، واول تعادل ليهم واول فقد للنقاط في الموسم الجديد. وموسم في الليجا في الحقيقه هيكون غايه في القوه والمنافسه القويه جدا ما بين ريال مدريد وبرشلونه، خصوصا بعد عوده برشلونه لمستواهم المعهود في ظل تواجد ليفاندوفسكي السفاح الاخر والهداف المميز. سؤال الحلقه النهارده كان توقعات حضراتكم للثلاثي الامامي في خط هجوم النادي الاهلي في اولى مباريات الفريق في الموسم الجديد امام الاتحاد المصري. احمد جوده قال لك حتى الان حلو، حتى الان دي يا احمد بصراحه، سافيو تاو وحسام. ماشي، خلينا نروح لعبده بن صالح واللي قال بيرسي تاو برونو سافيو ومارسينو وشادي حسين. مارسينو لسه الاهلي ما تعاقدش مع حد يا جماعه جديد، هو الاهلي عنده ثلاث صفقات بس حتى الان تم ابرامهم بشكل رسمي. عبده وائل قال ان شاء الله هيكون موسم رائع النادي الاهلي، اتوقع سافيو وتاو وحسام حسن. اخر تعليق معانا محمد صبري قال برونو وشادي وطاهر، او بيرسي وتاو وشادي وشريف، وان شاء الله متالقين وشريف وشادي هدافي الدوري ان شاء الله. نتمنى كل التوفيق لكل العناصر المتواجده في الفرقه، ان شاء الله باذن الله الامور تمشي في الطريق اللي احنا بنتمناه. ده كان تفاعل حضراتكم، ودي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند. استنونا في حلقات اخرى جديده من نفس البرنامج باذن الله تعالى. الى اللقاء.